أعطاه معلومات عنها. هي كلمة يعني تعتبر مصرية خالصة، هي معناها العرض حال، أو جاية من عرض الحال أو عرض المشكلة. عندك مشكلة عايز تعرضها على الدولة، فبتروح تعمل لها مكاتبة أو رسالة. اللي بيعرض لك حالك أو بيعرض لك مشكلتك الناس سموه عرض حلي. تمام. المهنة دي حضرتك تقدر تشوف قدام المصالح الحكومية أو أي مكان بيحتاج إن يكون هناك شخص عنده إدراك لمتطلبات المكان ده. طيب، هتلاقيها فين أكتر؟ قدام المحاكم، قدام الدوائر الحكومية اللي بتحتاج إن يكون فيها مكاتبات ومراسلات وحاجات من كده. طيب، هو الراجل اللي قاعد ده يعني وظيفة رسمية ولا إيه؟ لأ، هو وظيفة زي ما تكون كده كاتب حر قاعد قدام المحكمة فترة طويلة من الزمن، بيكتب نفس المشاكل نفس الحاجة، بقى عنده خلفية نتيجة الخبرة يقدر يبدي بيها رأيه ويحل بيها مشاكل، طبعا بطريقة مش رسمية ومش قانونية. طيب، الوظيفة دي يعني بتحل مشكلة للناس؟ اه. طيب، للمتعلم وغير المتعلم؟ اه، يعني ممكن يكون انسان متعلم بس مش عارف هيعمل ايه في الورقة دي، لما ياخد منه بطاقته بيسجل الحاجة بيده. ممكن يكون انسان متعلم ومعهوش القلم، عشان يروح يشتري قلم في منطقة معزولة او كده ممكن يشتريه ب5 جنيه. طب ما هيديها للراجل البطاقة بتاعته ويسجل له الحاجة ويديله ال5 جنيه ويخلص. تمام. العرض الحلجي ده أو الشخص اللي قاعد أو الكاتب الحر ده بيبقى عنده خبرة شوية، يقولك صور بطاقة صور بطاقتين صورتين، لأ كفاية كده ما عادش تكتب بيانات، نتيجة إن هو يوميا بيختلط بالموظفين. طيب، الوظيفة دي هتلاقيها في الدول العالم المتقدمة ولا في العالم أو دول العالم التالت؟ لأ، يعني هتلاقيها متوطنة في دول العالم التالت اللي عندهم لسه البيروقراطية وعندهم التعقيدات في المراسلات والتعاملات الحكومية. كل ما هتبعد عن الكتابة اليدوية والتعامل الورقي هتلاقي الوظيفة دي بتنتهي. طيب، هل وظيفة العرض حلجي هو الشخص اللي قاعد قدامك في قدام المحكمة أو قدام كده؟ لا، هي الوظيفة دي بدأت تتطور، أو موجود صورتها القديمة قدام المحاكم لكن في صورة تانية أنت بتتعامل معاها رسميا أو بتتعامل معاها شخصيا في معظم الحاجات الخاصة بالأبحاث المقالات المكاتبات الكلام ده. انت مش حضرتك بتروح لمكتبة والراجل اللي قاعد على الكمبيوتر ده قاعد يكتب لك الحاجة على الكمبيوتر ويقولك لا نضيف كده، لا اعمل السيد كذا السيد رئيس كذا، يعني بيديك اشارات وبيديلك تفصيلات تبقى غايبة عنك. يبقى إذا العرض حلجي انتقل أو تحول من شخص قاعد قدام محكمة إلى شخص فتح مكتبة وبيكتب على الكمبيوتر، هو نفس الوظيفة مع اختلاف المهام اللي بيأديها.
العرض حلجي يعني كمهنة اختلطت مع الناس وحياة الناس، فكان لي النجم الراحل فريد شوقي في مسلسل تلفزيوني باسم العرض حلجي عرض لنا الشغلانة دي وازاي ان الناس بتقول عليه انت ازاي ما يعني عندك الخبرة دي او كذا وتغلط الغلطة دي. يعني اصبحوا بيكلموه على اساس ان هو ملم بالاشياء القانونية، وتلاها بعض الاعمال زي للنجم السعيد صالح فيلم العرض حلجي، وحديثا مسلسل العرض حلجي مسلسل خليجي. كل المسلسلات دي بتأكد فكرة أو وظيفة العرض حلجي أو الكاتب الحر أو الكاتب اللي موجود في المكتبات. ياريت لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك بالقناة ولايك للفيديو وشير الفيديو، وخلينا نأكد المعلومة الكويسة لها ناسها وفي ناس بتدعمها وكده. شكرا لكم.